قاعد يصير. هلا والله شباب، شو اخباركم؟ شو مسوين؟ وياكم اخوكم احمد نشيط، وياي حمود. واتمنى ان الحين يشتغل كل شيء وكل شيء واضح. هاي كيكرز، هاي كيكرز، هاي تويتشرز، تويتشرز. تحس ان سحارة مو الحين مفروض عدنا المايك. الحين مفروض ساعة كان احمد حط المايك بس مو مركب، مو مركب المايك، يعني ما ادري شلون يبيش تشوف. نسيت انقطع. لا البث رجع. المفروض الحين بس يطول، ياخذ ما يطول، ياخذ وقت من احنا نتكلم. اشتغل. هلا والله، شوف الدعاية جيرز اوف وار توك راجع من هنا. يب صوتكم رجع. هلا والله، خلنا نبدا لعبة جديدة فارغ. ترى بالعربي كل شيء من الالعاب اول مرة انا اسمعها بالعربي. احنا سمعها اعتقد في دبي. بس ما لعبتها بالعربي. انا بتجاوب على اسئلتكم وسوالفكم واحمد بيلعب. بعدين كنت قاعد اتشرج الكنترولر بس الحين أزل. يقولون اننا في زمن جميل. قال احد المستكشفين، سمعنا الحكي الف مره. فيما ننجزه هو ليس فيما نحن فيه. أنا لو أخذوني لارا كرافت مو أحلى من نادي. بالضبط جذبت. هي من بحثت عني المغامرة. لماذا تبحث عني المغامرة؟ فيلم الفصحى، تحس إنه فيلم مترجم. عليكم السلام ورحمة الله. وش رأيكم بأونلاين لعبة؟ لحين ما جربنا. جربتها؟ ما جربتها؟ لحين ما جربنا. في اخبار جديده عن اكس بوكس الجديد؟ خربت علينا لارا بصوت. بس بنت صوتها انا صوتها. بس قرنت نفس هاي فست اوف ذا نورث. ما في وقت محدد حق البث. راح نوقف وقت اللعب وراح نحطها بعدين. هاي كيكس. ما عندنا هاي كيكس. شنو كنا بنقول؟ خلنا نشوف شنو عندنا. شباب في جودة HD المفروض، بس احنا قللنا الجودة علشان ما يصير فيك يصير بطيء، لان اذا نسوي اكثر من جودة لان في 360 وفي 720 هو محطوط في طبعا الانترنت سريع هني، فما يستحمل السرعة. تويتش ما يستحمل سرعة انترنتنا. هاي. في اخبار عن اكس بوكس 720 راح نكتبها في الموقع. بس إيه، ما في اخبار مؤكده الحين. إيه، فما نقدر نقول لك هذا شيء من الحين. اسمي احمد، اسمه محمد للي ما يدري. كم عمرك الحين؟ 20. 25. عقب شهرين عيد ميلادي، ف 23. اللي بيجيب هدايا طرش لي على. انا بكسر الصوت. بحرين. عنوان كم عنوانك احمد؟ بيو بوكس اوفيس. نسوي بيو بوكس عشان طرش. هتخدم اللعبة في البث. ايه راح نخدم اللعبة في البث. ايه ونفس البث راح تشوفونه على قناة توم بريدر بالعربي، وقناة على قناتنا في اليوتيوب وقناة توم بريدر على العربي على اليوتيوب. اضغط على الجرح. نعم ارجوك جونا. بالعربي شنو متحمس؟ قاعد ساكت، قاعد طالع بس عشان يقول جوب بوكس. حط حرمة بلية، ما تضرب لارا. شو السالفة؟ هاي اللي حطوا في اي 3. لا الحقوها، الحق خوني. اعطيك لامبورجيني هديه. تعال قطر. عفا عليك كاسه. اي قطر، عيش قطر. او 4.5 مليون، ما نقبل اقل. شو 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 اكس بروجرامر كاسه اي يقول اكيد توكلنا لما تتعشون من الحين حمود جوعان. انا عبالي كان مو مبرز. اكولات ومشروبات عشان كريستال دايناميك. انا بترجم الاشياء اللي مو مترجمه. عندنا سنكولا. سوى في لارا صابع البطاطا. شوف لارا يا اكس بروجرامر كيسي. هاي له في الاي 3. بس شوف وجهها مسكينة. مسكينة ما تستاهل. بنوتة طيبة توها. هاي حقكم. ليش عاد مسكينة؟ خلينا نشوف. طبعا المود سمحها اليوم. ايه
أكو أوه باي توني أقول ما في حد. إنزين في قبوي بعدين إن شاء الله نهاية الستريم. ليش أنت ضد الألعاب العربية؟ من تعرف العرب العربية؟ واحد كاتب. أنا لا 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 هو كاتب أنا ضد. هو ضد. صراحة أنا أحس ال تحرك تحرك. النجدة. قالت نجدة مو هيل. نادين القدير. اي توني اقول ما في موت الا تشوفك دخلت الدار. اذا ليش انت ضد الالعاب العربية؟ بالعكس مفروض فاهم. ما بخليش تموتين هكذا يا نادين او يا لارا. الحين شنو نسميها لارا ونادين؟ سوف يؤلمني. لا لا يؤلمك يا نادين. طول عليهم انجليزي. اذا تبي تشوف ان خل بتكلم عن اللي ضد التعريب. اذا انت تبي تشوف يعني مثلا دعم زياده حنا هني مثلا تشوف عندنا اكس بوكس لايف اشياء اكثر كوب إيه هني ما تزعي فيك. لا لا ظهري كريتوس. تخيل يطلع. اذا تبي تشوف دعم من الشركات وهاي لازم تدعم التعريب طبعا. يعني مستحيل ان راح يبتدون سيدا يعطونك شو اسمه مثلا بلاي ستيشن ستور. عاد احسن شيء حق العرب اذا ما شافوا الدعم في العربي اكثر. خلنا نشوفها فاركراي على توم برايدر. شنو اللي اصابها بعد؟ ما مستحيل ترد عليه شيء يعني صراحة نادين. يعني في هاللحظة ما ادري شنو قاعد تفكرين. شغلة اخذها. ما انت بس تاخذها. نعم وين الشغلة؟ بس شغلها كي وقف على الطفل هاي؟ مربع. انني اخذت الشعلة اكتسبت عتاد الجديدة. يا سلام تحس قريش قريش حركة شيل عليك شيل عليك شيل عليك كفر عليك كل هذا من العتاد الجديد. احنا يعطونا لعبة العربي. Anyone excited for SimCity 5؟ ها خصوصا اذا ما تشتغل. احسن لعبة اذا ما تشتغل. لا لا تهبل. هاي مال البطاقة. انا اذا تضرب انتو عشان تعرف الاشياء. شوف يراويك لان في فوق شيء. يا سلام عليك بروحي بعد ما قالوا لي هالمره. اضغط واقفز اكس. اضغط اضرب. اوكي ولعها لازم اتباعد. ما تشترك نديم اتباعدي. نديم اتباعدي. اوكي يا سلام يا تحرك كل شيء بس حياتها. بينفجر. لا 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 بسرعة تحر. ما يقدر عليه نيتن دريك. اتركني اتركني اتركني. توقفي ارجعي. حاول ان اساعدك. ارجعي بوني ناديني ورا. لا يوقف لا يوقف لا يوقف. جرافيك شو اسمه توم برايدر ولا انشارتد؟ طبعا اول كان انشارتد بس الحين هاي الجرافيك احسن لان في فرق بين اللعبتين يعني سنتين. ايه انشارتد 3 كانت في 2011 سنتين الفرق يعني. يعني كانك تقول شنو احسن كل زون 2 او كل زون 3 من ناحيه الجرافيك او هاي. اكيد اللعبه تقارن توم برايدر 1 على البلاي ستيشن 1 توم برايدر الحين فرق. شوف ديك شكلها مكعبات ماريو منارات الحدث. لا في فرق. لا تفجر هاي هاي فجره مو تروح تضرب صوبه.
لازم نحصل يا سلام يا سلام انه الحرب الثانية مقر الزبالة هاي صارفت له في اللعبة بس ان فجر ارجع انا بس برد على واحد صراحه شنو اللي يقول ان اللي قاعد نسوي تقليد على نصير سووا الايس كريم خطا صراحه ما في شيء اسمه تقليد ترى اذا بتبطل تويتش في حين يمكن اكثر من 50 واحد قاعد يسوي الايس كريم توم بريدر صراحه اذا احنا قاعدين نقلد طبعا كل العالم قاعد يقلدونا الحين جو شنو النقطه القويه اللي سويتها بالنهايه ما ادري ايش صار قايسر تسوي شيء مربع كم ايش تحرق هذا تبعت 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 حرقت كل شيء شنو لازم سويت غريزه البقاء وش افضل لعبه عندكم من ناحيه الجرافيك تو انا كان عندي احلى جرافيك لحد الحين انشارتد 3 انا عندي كلزون انا عندي انشارتد 3 كانت احلى كلزون الجرافيك ماله كان ما ادري احسه كان كلزون شو سمعنا كلزون شنو فور ايش سمعنا انا كلها الجرافيك يقول لك احرق الصناديق وراح اطرحهم في القفص اول. احرق الصناديق؟ واحد يقول. زين شلون ارجع الصناديق؟ مرتضى حبيب. زين شلون ارجع الموضوع؟ اكيد يصير تسوي اذا في شيء غلط يعني. هاي شنو الشيء ما صرت عليه؟ يا سلام. قول لي نايت دريك. يا سلام كذا كان قصده والله انك رجال وحش تستاهل شنب تعرف يعني ممكن من حصل شنب تستاهل الحين دزهم يطيحون يفجرون المكان يا عيني صراحه لا 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 انفجارات وكل شيء وحشه نارا عليها خروج اركضي اكس بي حفار شخصيه متاحه قائمه رئيسيه وزوائد شفت النقطه لا 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 كريتوس كريتوس اوكي اوكي اركضي 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 يا لارا الحقي علي لا سوف تموت اصلك هوب عم يطلع اتركني ايها الندم بط راسها احاول ان اساعدك وما قتلت هاي مساعدتك انت ندل على قولة لارا ضربت اكس تعرف حسيت له مثلث قال له ايه مثلث اركضي يا لارا هوب طلع مت اتركني 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 مثلث بط راسه اوكي انه كان ندلون اخفضي لا 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 لحم مصر على هالحطب روح 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 اروان اركض لا اروان اروان
روح 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 يطار يطار.